بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم بإذن الله سوف نتعرف على الدرس الثاني من دروس مادة المهارات الإدارية، وهو التخطيط. طبعا ذكرنا في الدرس السابق وهو مفهوم الإدارة أن هناك مجموعة من عناصر العملية الإدارية، وذكرنا أن أول عنصر هو التخطيط. فاليوم راح نتعرف بشكل مفصل على عملية التخطيط، وراح يكون موضوعات درسنا لهذا اليوم هو مفهوم التخطيط والفرق بين القرار والخطة وأهمية التخطيط وفوائده والأهداف من التخطيط. بداية سوف نقرأ هذا التمهيد ثم نبدأ في شرح درسنا لهذا اليوم. اجتمع خالد وفراس وناصر خلال الفسحة ودار بينهما الحديث الآتي. خالد: لماذا التحقت بدورة في برمجة الحاسب يا فراس؟ فراس: أريد أن أكون في المستقبل مثل عمي مبرمجة للحاسب إن شاء الله. خالد: وأنت يا ناصر ماذا تأمل أن تكون في المستقبل؟ ناصر: لا أظن أن هذا وقت مناسب لأن نفكر فيما سنكون عليه في المستقبل، فأمامنا عدة سنوات تفصلنا عن التفكير فيه. ألم تسمع بالمثل القائل: لا تعبر الجسر قبل أن تبلغه؟ لماذا نشغل تفكيرنا ونتعب أنفسنا في شيء لم نصل إليه بعد؟ طبعا ما رأيك في سنطرح بعض الأسئلة حتى نرى ما يعني خلاصة الحديث بين فراس وخالد. طبعا عندما اجتمع خالد وفراس دار بينهم هذا الحوار الذي ذكرناه. ما رأيك فيما فعله فراس؟ فراس قال: أريد أن أكون في المستقبل مثل عمي مبرمجا للحاسب إن شاء الله. طبعا رأيه صواب، أو ربما أنه قام بتخطيط للمستقبل. هل كان حديث ناصر منطقيا؟ حديث ناصر منطقيا؟ ناصر قال: لا أظن أن هذا وقت مناسب لأن نفكر فيما سنكون عليه في المستقبل. طبعا ليس منطقيا، الإنسان لابد أن يفكر في مستقبله أو يخطط لطموحاته التي سوف يسير عليها. لا تعبر الجسر قبل أن تبلغه، ما المقصود بهذا المثل؟ طبعا المقصود أن الإنسان لا ينظر إلى البعيد قبل القريب في تفسير العبارة لا تعبر الجسر قبل أن تبلغه، يعني لا تحكم على الماضي الحاضر أو المستقبل قبل أن تعبر الجسر تدريجيا. طيب، من خلال ما طرح بين خالد وفراس وناصر راح نتعرف على مفهوم التخطيط. ما هو التخطيط؟ التخطيط في اللغة هو التسطير، أو عبارة عن فكرة مشتتة بالكتابة أو مثبتة عفوا بالكتابة أو بالرسم. ويوجد هناك الكثير من التعريفات لمفهوم التخطيط، راح نعرفها في هذا التعريف. نعرف تعريف التخطيط بأنه عملية تحديد الأهداف المستقبلية وتحديد الوسائل المختلفة لتحقيق هذه الأهداف، وإعداد البرامج التفصيلية لأداء النشاطات الضرورية لتحقيق هذه الأهداف بطريقة تحقيق الكفاءات والفعاليات. هذا بالنسبة للمقصود بالتخطيط، إذا العملية تحديد الأهداف المستقبلية وتحديد الوسائل المختلفة لتحقيق هذه الأهداف. ما هي أهمية التخطيط وما هي فائدته؟ طبعا التخطيط أهمية بالغة، حيث يمثل المنهج العلمي لسير العمل في ضوء خطوات متتابعة ومحدودة، وهذه الخطوة هي مدخل لحل المشكلات المختلفة، فيمكن الوقوف على جوانب متعددة تبرز أهميتها. أهمية التخطيط، ومن فوائد التخطيط: أولا، التنبؤ بالمستقبل. يفيد التخطيط في دراسة العوامل والظواهر والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والتقنية والسياسية والطبيعية وغيرها، وإعداد خطة منظمة منطقية تقوم بتجنب المنظمة المفاجآت غير السارة. إذا لابد من التنبؤ بالمستقبل حتى نتجنب أي تنظيم غير سار أو تنظيم مفاجئ. ثانيا، تحديد الأهداف. الأهداف دليل يهدي المنظمة إلى الطريق المنشود وإلى وضع المعيار السليم حتى تقوم بالأداء تقويم الأداء، بما يؤدي إلى زيادة فعالية وكفاءة المنظمة والعاملين فيها.
الاستخدام الأمثل للموارد يساعد التخطيط في الاستخدام الأمثل للموارد في من عناصر العملية الإنتاجية، بحيث نحصل منها على أكبر منفعة ممكنة بأقل تكلفة ممكنة. هذا بالنسبة لاستخدام الأمثل للموارد. الفائدة الرابعة، أساس القياس الأداء العاملين والمنظمة. طبعا هذه النقطة تسهل التخطيط، يسهل التخطيط فيها عملية قياس النتائج المحققة وفقا لمعايير تم وضعها مسبقا. النقطة الخامسة، عندي أساس للقرارات الرشيدة، حيث يمكن تخطيط من القدرة على اتخاذ القرارات بصورة صحيحة. إذن أساس القرارات الرشيدة. يقلل التخطيط من اتخاذ القرارات العشوائية والشخصية. عند وجود خطة موضوعة للعمل لا يكون هناك مجال لاجتهاد الشخصية غير المدروس في اتخاذ القرارات، ولكن تكون القرارات المتخذة مرتبطة بأهداف ثابتة ومدروسة وليست عشوائية. الرضا الوظيفي للعاملين، الخطة المحكمة والمدروسة والواضحة الأهداف ينتج على الموظفين يؤدون واجباتهم بثقة وارتياحية. إذن كل هذه الفوائد هي مهمة لعملية التخطيط. ما الفرق بين القرار والخطة؟ الفرق بين القرار والخطة يظهر في كون أن الخطة تعد قرارا شاملا وتفصيليا ولها بعد زمني محدد. قد تحتوي الخطة خلال تنفيذها على العديد من القرارات التي نقوم باتخاذها من أجل الوصول للأهداف التي وضعت عليها الخطة لتحقيقها. مثال، قد تقوم منظمة ما بوضع خطة طويلة الأجل مخصصة للموارد البشرية، وخلال فترة هذه الخطة تقوم باتخاذ العديد من القرارات كالتي يتم مثلا يتم صرف رواتب وأجور مكافآت العاملين، ويتم أيضا من خلال هذه الخطة اتخاذ قرارات متعددة لتعيين عاملين جدد. هذه بالنسبة للفرق بين القرار والخطة. أهداف التخطيط، متى نخطط ولماذا نقوم بعملية التخطيط؟ توضع الخطط لعدة أغراض مختلفة، ويجب على المسؤول أن يعرف لماذا يخطط، متى يكون وقت مناسب للتخطيط، وكيف سيتم التخطيط. الآن رح نعرض أربع أهداف رئيسية أو أربع أهداف أساسية للتخطيط. أول خطة أو أول هدف عندي التخطيط من أجل أداء جديد، وهو أن يقوم بعمل لم يسبق أن قمنا به من قبل، أي أننا سننشئ شيئا جديدا من لا شيء، كافتتاح فرع جديد لشركة في مدينة من المدن، أو تخطيط شخص للدخول في شراء وبيع العقارات لأول مرة. إذن هنا أداء جديد. التخطيط للتطوير والتحسين، من المؤكد أن التطوير والتحسين عمل لابد منه في جميع نواحي الحياة. فعلى سبيل المثال ذكر أن هناك ثورة صناعية وتكنولوجية تتغير يوميا يوما بعد يوم، فلا نتخيل مثلا مصنعا لصناعة الحاسوب أو الحاسبات سيظل لمدة سنتين متتاليتين دون أن يحتاج إلى تطوير أو تحسين في المهارات التقنية. أما الهدف الثالث وهو التخطيط لحل المشكلات. عندما نشعر بأن هناك خطأ ما في مجال العمل أو خطأ ما في العمل الذي نقوم به، فلا بد أن نقوم بوضع خطة يتم من خلالها حل المشكلة بخطوات حل المشكلة. مثل أن يحدد مدير الإنتاج بإحدى الشركات أن هناك انحرافا عن المعدلات الموضوعية في الخطة العامة لإدارة الإنتاج، فيقوم بوضع خطة عمل للكشف عن حقيقة المشكلة ومن ثم البدء في حلها. آخر نقطة أو آخر هدف هو تخطيط روتيني متكرر. نقوم باستخدام هذا النوع من التخطيط للأعمال المتكررة والتي تحتاج كل فترة زمنية إعداد وتجهيز، مثل وضع خطة يومية لأعمال التركيبات لدى العملاء لشركة تعمل في مجالات تصميم المطابخ، أو قيام مدير الأمن والسلامة بإحدى المنظمات بتنظيم جدول للمناوبات الليلية في الشركات. إذن هذه تعتبر تخطيط روتيني متكرر. هذا كان بالنسبة لدرسنا لهذا اليوم. شكرا لمتابعتكم، ألقاكم بمشيئة الله في الدرس القادم.